على ثقتك كبيرة، لكن لازم نبقى احنا فاهمين ان القضاء والقدر نافذ نافذ. لو كان مكتوب لك ان انت تتعب بعد اجراء العملية دي كنت هتتعب حتى لو الجراح اختلف، سواء كنت انا او غيري. واحكي لك قصة لعل يكون لها اصل، يا رب ما تكونش من الاسرائيليات. حصل عتاب ما بين سيدنا موسى وسيدنا ادم، وسيدنا موسى بيعاتب سيدنا ادم، يعني انت لو ما كنتش كلت من الشجرة كنا ما نزلناش من الجنة. فقال له: وكيف علمت يا موسى؟ قال له: من التوراة. وقال له: ومن كتب التوراة؟ قال: رب العالمين. ومتى كتب التوراة؟ فسيدنا موسى: 40 سنة قبل خلق البشر. الإجابة واضحة، كله مكتوب في اللوح المحفوظ. احنا عايزين نبقى زي الضرس، جه عليه لحمة نية بيأكل، حاجة حلوة بيأكل، كل أمر المؤمن خير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.